وجاء حديث في المسند يلحد بمكة من قريش رجل اسمه عبد الله عليه مثل نصف أوزار الناس، لكن قال ابن كثير رحمه الله في البداية قال وهذا الحديث منكر جدا وفي إسناده ضعف، وبتقدير صحته فليس هو بعبد الله بن الزبير، فإنه كان على صفات حميدة، وقيامه بالإمارة إنما كان لله عز وجل، ثم هو كان الإمام بعد موت معاوية ابن يزيد لا محالة، وهو أرشد من مروان بن الحكم حيث نازعه بعد أن اجتمعت الكلمة عليه وقامت له البيعة في الآفاق وانتظم له الأمر. إذن على افتراض صحته كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم فليس بعبد الله بن الزبير.